ثلج بنص الصحراء. عمركم فكرتوا كيف بوصل هذا الثلج لهون؟ احنا بعاد اكثر من 6000 كيلو عن القطب الشمالي. خلينا نعرف كيف بوصل هذا الثلج هون، بس بدنا نروح مع بعض وين؟ على مصنع للخفضات الثلجيه. تعالوا معي. انا هلا وصلت على القطب الشمالي، درجه حراره 30 تحت الصفر، الجو جدا بارد. طبعا هون مصنع المنخفضات القطبيه، هون مصنع المنخفضات الثلجيه كمان. طبعا الجو جدا بارد زي ما انتم شايفين، الدنيا ليل والهواء القطبي اصلا ثقيل كثير. ببلش هذا الهواء القطبي يتمدد شوي شوي على المناطق المحيطه عليه في فصل الشتاء. زي ما انتم شايفين هذا الهواء القطبي بيتمدد على اوروبا مثلا، وبوصل لمناطق اوروبا وبيسبب فيها تساقط الثلج. في بعض الاوقات بيصير في مرتفع جوي على القاره الاوروبيه، لما يتمدد هذا الهواء القطبي بيصادفوا هذا المرتفع الجوي، شو بصير؟ بلف الهواء القطبي زي ما انتم شايفين وبروح على شرق اوروبا، وبعد ذلك بوصل على مناطق الشرق الاوسط وبلاد الشام. هلا قاعد عم بتمدد هيك الهواء القطبي زي ما انتم شايفين، وعم بروح باتجاه اوروبا وصادفه مرتفع، وراح يلف هذا الهواء القطبي ويروح على بلاد الشام. خلينا نروح مع بعض على بلاد الشام ونشوف شو بصير لما بوصل هذا الهواء القطبي. تعالوا معي. احنا هلا وصلنا من القطب الشمالي على مدينه في الشرق الاوسط، ارتفاعها تقريبا 700 متر. زي ما انتم شايفين الجو مطر زي اي يوم شتوي عادي. كمان شوي رح يوصل الهواء القطبي اللي حكينا عنه في القطب الشمالي لهي المنطقه، بس وين؟ في طبقات الجو العليا. وبعد ما يوصل رح يعمل تساقط ثلج هون. تسمعونا دائما بنحكي انه الثلج رح ينزل على 700 متر او 1000 متر او 2000 متر. اليوم رح احكي لكم شو بيحدد هذا الارتفاع. عشان نحكي لكم كيف رح نطلع اول شيء فوق لما بوصل الهواء القطبي نكون اول ناس مستقبله. تعالوا نطلع فوق مع بعض. احنا هلا وصلنا على ارتفاع 5000 متر تقريبا عن سطح الارض. هون كل الغيوم والمنخفضات توصل اول. طبعا زي ما انتم شايفين في ثلج بنزل، لو ارتفاع اي منطقه هذا الارتفاع بنزل ثلج، بس قديش درجه الحراره؟ درجه الحراره بس ناقص 20. هلا رح يوصل الهواء القطبي، شوفوا كيف درجه الحراره عم تنزل، صارت ناقص 30. هيك بقدر احكي انه الهواء القطبي وصل. سمعتوا هذا صوت الرعد؟ هيك بقدر اعرف كمان انه صار في بناء للغيوم وفعلا الفعاليه الجويه مع الهواء القطبي وصلت. طب كيف بينزل الثلج على ارتفاع 700 زي ما كنا في المدينه اللي كنا فيها قبل شوي؟ خلينا نعرف كيف. بس بدي انتقل معكم على ارتفاع ال 2000 متر. طيب وصلنا على ارتفاع ال 2000 متر، الدنيا بتشتي، مطر زي ما انتم شايفين، لسه الهواء القطبي ما وصل. كيف رح يوصل الهواء القطبي على ارتفاع ال 2000 متر؟ الهواء القطبي ثقيل، الهواء بارد ثقيل، فرح يضل ينزل. بلش ينزل، شوف كيف درجه الحراره صفر، هلا صار بقديش؟ ناقص 10. طلعوا كيف صار البطول من مطر، شو صار؟ صار ينزل ثلج بعد ما كان مطر. يعني هون مثلا لو حكينا كأننا احنا على جبال لبنان تقريبا ارتفاعنا 2000 متر، صار ايش ينزل؟ صار ينزل ثلج. طيب ننزل كمان 1000 متر ونشوف شو راح يصير. تعالوا معي. وصلنا على ال 1000 متر، برضه مطر، الهواء القطبي لسه ما وصل، بس لانه برضه الهواء ثقيل والهواء القطبي كان عميق بشكل كافي انه يوصل برضه على 1000 متر. الحراره قديش هلا برا؟ 10، وشتاء ومطر طبيعي. هي الحراره بلشت توصل للصفر، الهواء القطبي برضه وصل. شو صارت الدنيا؟ ايش عم بصير؟ عم بتثلج. كل ما كان الهواء القطبي فوق ابرد، وكل ما كان بينزل اكثر لتحت، وكل ما كان مستوى الثلج بينزل بوصل مدن تحت. ننزل هلا على ارتفاع 700 متر. تعالوا. احنا وصلنا هلا على 700 متر، على المدينه اللي كنا فيها. ثلجت. مبروك يا اخوان، الدنيا بيضة. عرفتوا كيف ثلجت؟ ببساطه الهواء البارد القطب اللي وصل على ارتفاع 5000 متر وبعدين نزل ال 2000 متر وال 1000 متر كان قوي بشكل كافي انه برضه يوصل على هذا الارتفاع. كيف عرفنا؟ شوفوا درجه الحراره برا، درجه الحراره صفر، وبالتالي تثلجت الدنيا وصارت الدنيا برد. طبعا في انواع للثلج، في ثلج اسمه سنو جرين بيكون زي الحب، بيتراكم بشكل كثير كبير، بس مثلا ما بيمسك على اغصان الشجر، ما بيمسك على سلاك الكهرباء. واذا شوي الحراره اعلى من هاي الحراره وكان الهواء البارد جدا بارد ابرد من هيك، بيصير في عنا هذا النوع من سنو جرين. بس اذا كانت ادفى من هيك بينزل شيء اسمه سنو فليكس زي القطن. هذا مشكلته انه بيمسك وبيتراكم على كل الاسطح، حتى انه بيتراكم على الاشجار وعلى اسلاك الكهرباء بشكل كثير كبير، وهذا بيشكل ثقل كثير عالي على الاشجار والاعمده وكل المسطحات. حتى احيانا بوقع شغلات من سمين
شوف شوف الصور. شجرة وقعت بكل قوتها، وقعت من كثر ثقل الثلج عليها. هذا الثلج اللي بينزل احيانا بيكون خطير جدا، وبيؤدي الى ان الكهرباء تقطع، الاشجار توقع، بيكون خطر الثلج بتمثل بهذا الشيء. هاي كانت رحلتنا اليوم لنعرف كيف ثلجت في مناطق الشرق الاوسط رغم بعدنا 6000 كيلو عن القطب الشمالي. هنكون معكم في فيديوهات ثانيه نشرحكم عن الطقس والاحوال الجويه. سلام.